السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمينة للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة، راح نديرو غراتان بدون اللحوم، يعني بدون دجاج او لحم. مقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت. راح نشوفوا مقادير وصفتنا لنهار اليوم. راح نحتاج كمية من البطاطا المقلية، يعني على حسب الرغبة ولا حسب كمية عدد افراد العائلة. عندنا كمية من البطاطا المقلية نقطعوها على شكل مربعات ونقلوها. عندي كمية من البصل مقطع رقيق، كمية من الطماطم مقطعة رقيق، كمية من الفلفل الأخضر الحلو مقطع رقيق، فصوص من الثوم، عندنا ملعقة كبيرة من الطماطم المصبرة. بالنسبة للبهارات عندي القليل من الفلفل من رأس الحانوت أو الفواء، الكركم، الفلفل الأسود، العكري أو البابريكا، الملح والقليل من السكر باش نقصنا نسبة الحموضة، لأنه استعملنا طماطم مصبرة والطماطم حق. في مقلاة راح نجيبو نحطو فيها كمية قليلة من الزيت، نخليو المقلاة تاعنا حتى تسخن ونضيفو عليها كمية البصل. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. والوصفة بالمقادير مكتوبة في صندوق الوصف بالتفصيل، يعني من اسهل الوجبات اللي تقدر ديروها بمكونات متوفره في كل بيت. كما انه رانا على بالنا في الوقت هذا راهو كل شيء غالي، الدجاج راهو غالي واللحم كذلك راهو غالي، فهذا الغراتان راح يجيكم خفيف وبنين في نفس الوقت. نخليو البصل تاعنا حتى يذبل ويهبط، يعني ما نخليوش ما نديروش ما نضيفوش مكونات اخرى على البصل هذا. هنا كما راكم تشوفوا البصل تاعنا بعد ما بدا يذبل راح نضيفوا عليه كميه الفلفل الاخضر. لازم اهم حاجه انه المكونات نقطعوها رقيق، يعني ما نديروهاش خشينه. راح نخليو الفلفل كذلك يذبل شويه مع البصل. بهذه الطريقه يعني لازم نخليو الفلفل كذلك يزيد يذبل شويه. كل مكون نضيفوه لازم اللي قبله نكونوا خليناه مده دقيقتين على الاقل في المقلاه. بعد ما ذبل شويه الفلفل الاخضر تاعنا راح نضيفوا عليه كميه الطماطم. هنا الطماطم كما حبيتوا، تقدروا تسكرفجوها، تقدروا تعصروها، تقدروا تقطعوها رقيق فقط، يعني بهذا الطريق كما انا قطعتها رقيق فقط. كما اذا كانت متوفره عندكم صلصه الطماطم اللي كنا نديروها في البيتزا تقدروا تضيفوها بدل هذه الطماطم، يعني تبقى لكم انتم واش متوفر عندكم. بالنسبه للخضار تقدروا تزيدوا اي خضار تكون متوفره عندكم، الكورجات او القرعه، تقدروا تضيفوا الجزر، الكاروت، تقدروا تضيفوا الباذنجان المقطع رقيق، يعني انتم واش حبيتوا والمتوفر عندكم. انا هذه هي الخضره اللي كانت متوفره عندي فاستعملت هذه الخضره، وانتم اذا توفرت خضر اخرى ولا حبيتوا تزيدوا اضافات اخرى تضيفوها من عندكم. كما تقدروا اذا توفر عندكم اللحم او الدجاج تقدروا تضيفوها. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما ذبلت الطماطم مع البصل مع الفلفل رايحين نضيفوا ملعقه من الطماطم المصبره. هنا ملعقه كبيره من الطماطم المصبره مع كل البهارات. راح نخليو كل المكونات هذه تمتزج جيدا، منساوش الثوم بطبيعه الحال لانه الثوم راح يعطيها مذاق رائع. هنا فصوص الثوم تبقى لكم على حسب النكهه اللي حبيتوها والكميه اللي حبيتوا تضيفوها، يعني ماشي لازم ديروا فص او اثنان، ديروا الكميه اللي تحبوا عليها. واذا توفر عندكم الثوم بودره تقدروا تضيفوه في الوصفه هذه. نخلطوا مليح المكونات هذه، راح نخليوها حوالي مده دقيقتين على النار، يعني باش هي كل شيء راهو طايب، باش فقط ياخذوا المذاق البهارات اللي ضفناها والطماطم المصبره تتحلل باش ما تبقى لناش الماكله حامضه. هكذا بهذه الطريقة نخليوها مدة دقيقتين فقط. بعد ما تفوت عليها مدة دقيقتين حتكون واجدة معنا وجاهزة بهذه الطريقة. أهم حاجة ما يكونش فيها كمية الماء كذلك، وتكون نشفت من كمية الماء اللي كانت فيها. راح نروحوا للمرحلة الثانية. عندي ثلاث حبات بيض، عندنا قطع من الجبن تقدروا تستعملوا أي قطع جبن، أنا استعملت حوالي أربع قطع جبن أبيض. عندي القليل من الملح والفلفل الأسود، يعني تقدروا مع الجبن ما تخلطوهش مع البيض، يعني تقدروا تضيفوه فقط مع الخضر اللي ما توفرش عنده البراء، فقط يقطع الجبن مع البطاطا ويخلطوا مع بعضها، يعني متستعملوه. لكن من الاحسن نستعملوا هذا الطريقه اللي عنده البراء يستعمل هذا الطريقه باش يجي البيض الجبن يذوب مع البيض، واللي ما توفرش عنده البراء يعني ما يصعبهاش على روحه، فقط يقطعوا قطع ويضيفوا مع الخليط هكذا حتى يتحلل الجبن مع البيض.
هنا بعد ما وجدت كل المكونات راح نجيبوا البطاطا اللي كنا اقليناها. هنا كما قلت لكم كمية البطاطا تبقى لكم على حسب الرغبة وعلى حسب الكمية اللي درتوها. راح نضيفوا خليط اللي وجدناه، خليط الخضر يعني من ابن اللي غراتان، تقدروا ديروه اخف اللي غراتان يعني يجي غراتان خفيف وبنين في نفس الوقت وبدون لحوم او دجاج او دجاج. هنا فقط اذا حبيتوا مع البهارات تضيفوا مكعب مرق دجاج، يبقى لكم اختياري كذلك. بهذه الطريقة راح نخلط وراح نضيف القليل من المعدنوس، يبقى لكم اختيار تقدروا تضيفوا المعدنوس او الحشيش، وراح نخلط كل المكونات هذه مع بعض. يعني كما راكم تشوفوا اللون فقط راح يكون لون جميل ورائع. بهذه الطريقه راح نضيف البيض والخليط، البيض خليط البيض والجبن، كما راكم تشوفوا الجبن ذاب مع البيض. نخلطوا كل المكونات مع بعض، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. والوصفة نأكد لكم راهي مكتوبة في صندوق الوصف بالتفصيل. راح نجيبوا الصينية اللي تدخل للفرن، نكون مسحناها بقليل من الزبدة ولا القليل من الزيت باش ما يلصقناش المكونات هذه. هنا استعملت هذه الصينية، وانتم استعملوا على حسب افراد العائلة تاعكم. اكيد اذا كانت افراد العائلة تاعكم كبيرة ما راح تكفي هذه المكونات، يعني ضاعفوا فقط المقادير. الاهم حاجة هي الطريقة فقط، لكن المكونات تبقى لكم، تقدروا تضيفوا اي مكونات اضافية وتقدروا تضيفوا الكمية اللي حبيتوها. هكذا راح نضيفوا لها قليل من الجبن المبشور. هنا نقدروا ما تضيفوش الجبن المبشور، دخلوها مباشرة للفرن لانه ديجا فيها الجبن. ولا حبيتوا تضيفوا لها قطع جبن ابيض تبقى لكم اختياري حسب متوفر عندكم. انا راه متوفر عندي الجبن المبشور، راح نضيف كمية من الجبن المبشور. تقدروا تضيفوا كما قلت لكم، تقدروا تستغناوا عليه كليا لانه الكراتا اصلا فيه كمية الجبن، راح يجي فيه مذاق الجبن. وهنا تبقى لكم اختياري، يعني الجبن المبشور ماشي لازم في الوصفة هذه، اختياري. هنا تقدروا تضيفوا الكمية اللي عندكم يعني من الجبن المبشور، يعني تديروا اي نوعية تكون عندكم واي كمية تكون عندكم واي جبن تحبوا عليه. هكذا حندخلوه للفرن، لو كل شيء طايب راح ندخلوه الفرن، فقط البيض يتماسك ويطيب ويشد روحه والجبن تاعنا يذوب وياخذ اللون. هذا هو شكل الجراتان تاعنا بعد ما ذاب الجبن. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. واذا حبيتوا وصفات اخرى من هذا القبيل يعني الخفيفة والسهلة، بثوا لي في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، راح تسيبوها في صندوق الوصف او اكتبوا لي في التعليق، راح نبيو لكم كل الطلبات باذن الله. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم، تلقاو في وصفات اخرى والى الملتقى.